حرفيا اصغر موبايل في العالم. تابعوا معايا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ فيديو النهاردة هيكون مختلف شوية عن كل الفيديوهات اللي بنقدمها هنا في القناة، لاننا ببساطة هنتكلم عن موبايل ممكن يكون في ناس كتير منكم ما شافوهوش قبل كده. هو الموبايل ده. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. خليني بس قبل ما ابدا الكلام عن الموبايل اقول لك حاجه صغيره. قبل ما التليفونات الاندرويد تنزل كان في موبايلات كتير وانواع كتير موجوده في السوق زي نوكيا والكاتل واريكسون وسوني، ولكن الموبايلات الاشيك والاقيم واللي كانت الناس بتحب دايما تشتريها هي الموبايلات اللي حجمها صغير زي موتورولا في وموتورولا اكس. ده كان اهتمام الناس وقتها انه يبقى معاه موبايل قيم وفي نفس الوقت يكون حجمه صغير، ولكن طبعا انتهت موضه الموبايلات الصغيره بعد الموبايلات الاندرويد ما نزلت بالوظائف والاوبشنز الكتير قوي اللي ما كانتش موجوده في الموبايلات قبل كده. وزمان قبل الموبايلات الاندرويد ما تنزل كانت الناس بتهتم بحجم الشاشه، يعني لو كان معاك موبايل شاشته حجمها كبير فانت كده توب قوي. لغايه ما نزلت الموبايلات الاندرويد وبقى الموبايل كله حرفيا شاشة بس. ولكن المفاجأة بقى بعد الموبايلات الاندرويد ما نزلت ابتدت تنزل موبايلات بحجم صغير مرة تانية زي الموبايل ده. خلينا بس نعمل انبوكسنج للموبايل. طيب دي العلبة بتاعت الموبايل زي ما انتم شايفين. انا بصراحة مش عارف البلد المصنعة للموبايل ايه بالظبط، هو مكتوب عليه انه نوكيا بس ما اعتقدش طبعا ان شركة نوكيا هي اللي عاملة الموبايل ده. ومكتوب كمان هنا على ظهر العلبة ان الموبايل يدعم شريحتين وكمان يدعم ميموري كارد، والبطارية بتاعته كمان 350 ملي امبير. خلينا نفتح العلبة مع بعض كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. ادي الموبايل بتاعنا. موبايل حجمه صغير جدا جدا جدا، يعني مش عارف اقول ايه بصراحة، حجمه صغير جدا جدا. طيب خلينا كده نقيس الموبايل مع بعض. انا بصراحة عايز اشوف الموبايل حجمه قد ايه. تعالى كده نشوف الطول. الموبايل طوله تقريبا حوالي 7 سنتي، يعني 7 سنتي بالظبط هو طول الموبايل زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب تعالى كده نشوف العرض. العرض تقريبا 3 سنتي، 3 سنتي بالشكل ده. موبايل حجمه صغير جدا جدا، حاجه غريبه بصراحه يعني. طيب تعالى نشوف بقيه محتويات العلبه. هنا وهنا جايبين لك السلك بتاع الشاحن، جايبين لك السلك بس، انت اتصرف انت في شاحن بقى مع نفسك. وفي هنا كمان البتاعة دي ودي كمان، وشوية كده هقول لكم دي بتاعت ايه بالظبط. وهنا في البطارية. طيب تعالى كده نجرب نحط شريحة في الموبايل ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. طبعا الموبايل هنا في مكان لشريحتين، ادي الشريحة التانية ودي الشريحة الاولى، والميموري كارد او كارت الميموري بيركب في المكان اللي جوه ده. معرفش انت واصل هنا ولا لا، او ممكن تشوفه ولا لا، هو في المكان ده بالظبط اللي فوق. طيب هنجرب نحط شريحه كده مع بعض ونفتح الموبايل ونشوف الدنيا فيها ايه بالظبط. نحط البطاريه مع بعض. ادي الموبايل فتح زي ما انتم شايفين بالشكل ده.
وعلشان بس ما حدش يقول ان الموبايل لعبة او فيك او الكلام ده كله، كل حاجة شغالة في الموبايل زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنا الفون بوك لو انت عايز تضيف اسم معين، هنا الرسائل، هنا الكول سنتر، هنا الميديا، هنا الضبط، حاجات كتير زي ما انتم شايفين. موبايل عادي جدا شغال، علشان بس ما حدش يقول ان دي لعبة او فيك او ان الموبايل ده مش حقيقي او حاجه زي كده. طبعا حاجه رهيبه جدا، يعني مش عارف ازاي عرفوا يصنعوا موبايل بالشكل ده او بالحجم ده يعني. طيب تعالى بقى نشوف البتاعه اللي احنا قلنا عليها دي بتاعت ايه بالظبط. البتاعه دي بقى بتعمل كالاتي، يعني انت هتجيب كده الموبايل بالشكل ده وتركبه جواها كده بالمنظر ده. وبعد كده تجيب البتاعة دي، ده طبعا السيريال نمبر بتاع الموبايل، معرفش انا ما وريتهولكوش قبل كده. وبعد ما تركب البتاعة دي بقى كده هتيجي هنا بالمنظر ده كده وتركب دي كده. بالشكل ده كده. وبعد كده تركب دي كمان هنا بالمنظر ده. علشان بعد كده يتكلم فيه بالشكل ده. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام؟ والميزة المهمة بقى في الموبايل ده واللي مخليه ناس كتير قوي تفكر تشتريه غير حجمه طبعا، ان الموبايل ده بيغير الاصوات اثناء المكالمة. واخد بالك انت؟ يعني انت ممكن تتصل بحد واللي انت بتتصل بيه ده يسمع صوت شخصية تانية غيرك خالص، سواء بقى صوت بنت او راجل او اي حاجة. ودي بقى اخطر المميزات اللي موجودة في الموبايل ده. طيب نرجع لمرجوعنا بقى، ايه اللي يخلي الناس تفكر تشتري موبايلات بالحجم ده بعد التطور التكنولوجي اللي حصل بعد نزول الموبايلات الاندرويد؟ من الاخر كده الموبايل ده هو حرفيا كارثة كبيرة وممكن يتعمل بيه مصايب قد كده. انا المفروض ما اتكلمش في المواضيع دي، ولكن للأسف ده واقع واحنا عايشينه. ممكن موبايل زي ده اي ولد او اي بنت يقدر يهرب بيه من رقابة ابوه وامه عليه. يعني لو والدك او والدتك مش عاوزينك تكلم حد مش كويس من صحابك، فممكن تليفون زي ده الولد او البنت يشتريه ويخبيه من ابوه او امه ويكلم بيه اي حد هو عاوزه. وطبعا حجم الموبايل الصغير هيساعده جدا انه يقدر يعمل كده. وناهيك بقى عن الخيانات الزوجية اللي ممكن موبايل زي ده يسهلها بشكل كبير قوي ويساعد في خراب بيوت كتير جدا. وبرضه ممكن بالموبايل ده حد يكلم حد بصوت حد تاني ويتسبب في كارثه او مصيبه تحصل بينه وبين اي حد، ما هو الشخص التاني ما يعرفش الصوت اللي بيكلمه لان الموبايل ده بيغير الاصوات. واللي انا هقوله لك دلوقتي واللي انت ممكن ما تكونش مصدقه، ان انا شفت بعيني اصحاب محلات موبايلات كتير بيحذروا من بيع او شراء الموبايل ده علشان يتبرأوا من اي حد ممكن يعمل كارثه او مصيبه بالموبايل ده. واللي يخلي كمان الموضوع انه يبقى سهل على اي حد، ان الموبايل ده سعره مش غالي خالص، تقريبا من 300 ل 350 جنيه، وفي اصدار تاني منه ب 175 جنيه، ولكن ما بيغيرش الاصوات. وعلى قد ما الموبايل ده فيه مميزات كتير قوي واهمها طبعا حجمه الصغير، الا انه حرفيا خطر كبير قوي وممكن يهدد ناس كتير. بس كده يا باشا، دي كانت نبذة صغيرة عن الموبايل الغريب ده ومميزاته وعيوبه. ما تنساش لو عجبك الفيديو او استفدت منه حاجة تعمل لايك عشان بيحمسنا جدا ان احنا نكمل، وشير الفيديو مع اصحابك على واتس والفيس. ولو انت اول مرة تنور قناتي ما تنساش تشرفني بالاشتراك وفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات. وبالمناسبة دلوقتي هيظهر لك 4 فيديوهات، اتفرج عليهم وان شاء الله يعجبوك، واشوفكوا في فيديو جديد. سلام.